اليوم يا جماعة معنا الفنان الكبير أسعد الوراق. هلا بالرئيس. سيد من عزف أورج في سوريا وفي سواحل اسطنبول في سواحل البوسفور. الفنان الذي أرقص موجات البوسفور. لك شلوني معك؟ والله شلوني معك. أسعد الوراق غني عن التعريف يا جماعة. عازف أورج أحلى رئيس وموزع وعنده استوديو في اسطنبول. على راسي. وأكيد بين مجال الموسيقيين الكل بيعرفوه. عندي سؤالين ثلاثة يا أستاذي أسعد. تفضل رئيس. بعد هلا أسئلة شوية تكون جوز تكون غريبة عليك معليش. لك خذ راحتك يا مان. خلي عيونك. هلا الأورج آلة سهلة ولا صعبة؟ هي بالنسبة لهواي الآلات سهلة. طيب هل تعتقد إن الأورج وقت نزل على السوق بهالقوة حطم آلات تانية؟ أكيد أكيد. يعني بطريقة حلوة ولا بطريقة بشعة؟ لا بطريقة حلوة إذا كان العازف حلو، بطريقة بشعة إذا كان العازف فلافل. طريقة فلافل يا سيدي. حلو هذا الحكي أصلي. طيب شغلة تانية، هل يمكن لعازف البيانو إنه يعزف أورج؟ البيانو شيء والأورج شيء تاني حقيقي. مختلف تماماً. تماماً. حتى النوط هذا بدك تقرأ نوط بيانو راح يكون في عندك سلم فاصل لمصول. لما بدك تقرأ نوطة أكيد هي ما راح يفهموها العاصفين هيش معنات كلمة نوطة من الأساس. مو بس اللي بفهمه عم نحكي النوطة تبع الأورج بس سول مفتاح سول. بتسأل تقرأ فا بس تقليد يعني نسخة ولا هو يختلف. حتى الروحية تختلف وهي أهم شيء بالموسيقى الروحية. صحيح أصلي هذا الحكي. عموره أنت فنان كويس. طيب عندي سؤالين كمان بعد إذنك. شو رأيك بطلال الدعور؟ طلال الدعور أبو يزن. طلال الدعور عمل شغلة كتير حلوة، رفع الفن الشعبي السوري. أها. بس العالم بنقدوه لأنه كلهم يعني ما بنحسن نحكي الله في كاميرا. عزامي عمل حالة لنفسه. طيب شو رأيك؟ برافو عليه يعني. طيب شو رأيك بوليد المطعم؟ وليد المطعم، قبل وليد المطعم صديقي أصلاً. على عيني. بلشنا نتأتف. وليد المطعم صديقي من زمان من عدا إنه قبل ما يشهر ويطلع على السوشيال ميديا صديقي. هو فنان كبير جداً جداً. أنا كنت أدخل على بيته من زمان صور زياد الرحباني وصور فيروز وفنان. شو رأيك بحمود الشيخ علي؟ حمود الشيخ علي أحلى فنان في العالم. عازف أورج من العازفين المحترمين جدا جدا وأصبع نظيفة ولا يعلى عليه. جميل هذا الحكي. طب كمان سؤالين معليش معش طولت عليك. ماش أسأل حوالي أنا سؤال. إيش رأيك في عمار كيلاني؟ عمار كيلاني شو رأيك في هذا؟ يلا قصنا على المونتاج يا معلم. طب شو رأيك عمار كيلاني؟ شيخ الشباب والله. والله فنان وروحه مريحه مجتهد جدا مجتهد جدا. في حال واحد يشتري أورج مبتدئ، كانت سؤال بيجيك كتير. في واحد بده يشتري أورج مبتدئ، شو بتنصحه بنوع الأورج يشتري؟ يشتري أتفه نوع أورج في العالم، شمالتي في البرمجة والزرار والشاشة التاتش والما بعرف شو. يتهب العزف بس. يشتري شيء تدريبي الرخيص. يعني عليك أصلاً لو معه مصاري يعني. بعدين يبيعه يجيب الأفضل. بعدين أيوة مشان يلتهي في. نفس الفكرة بقولها كمان الجيتار. يعني واحد بلش جيتار تدريبي صيني بعدين. مشان يعزبه مزبوط لما يجي جيتار السهل ما يحس بصعوبة له. يعني إذا ما طلع مرارته ما بجيبه صح؟ يعني أصلي هذا الحكي. يا جماعة اليوم في حفلة عزام الشبعان ومعنا كمان الفنان أسعد الوراق ومعنا كمان الكاتب والملحن محمد زين الساهر من العراق. حبيبي. فنان عظيم الفنان عظيم. حبيبي. فاليوم إن شاء الله الفلوق حلو. تحب تقول شيء؟ نار. كفو. أسعد الوراق. أسعد الوراق وما أدراك ما أسعد الوراق. كفو عليك. وأحلى متابعينك. خلي لي عيونك. لطيفين وأنا من متابعينك على الإنستغرام دائما بتفرج عليك. كفو عليك. نحن كلنا متابعين. عن جد هيك عن جد بتابع روح ومرحة. بنكت وكذا مو بس بقضي لي موسيقى يعني في عالم ما بتفهم في الموسيقى كمان في عالم هيك بتحب تسمع شوي تسمع لها نكتة تسمع لها ما ادري شو والله ان شاء الله في باستديو عند استاذ عمر راح نساوي بس مباشرة ان شاء الله وحيانا ميت عشر مشر وزيد قوة جرى وحيانا ميت
صدق يا رجالك حبيت اوصل لك قلبي تعب منك مشتاق ما اقول لك لا تفكر اشتاق لك من قال اموت اني وراك كل من يموت بيومه وتريد تنازل اليك عمور صح النوم بلياك الدنيا كلش حلوة وانا وياك اجر انفاسي قوة بلياك الدنيا كلش حلوة انا وياك اجر انفاسي قوة ما احس باهتمامك شوف اصل الكرامة والمي يعجبنا حواري حواري الحبها قلبي مهودين الله وهبنا القلب لعمورة مهودين أنا دين الحل للفرقة مهودين ايه وخلي واحد بينا يترك المكان ما نتراهن بعد دام العشق هان وكان لازم انا اعوفك من زمان استعجلت بيك وطلع مالك امل عادي جدا ننهي كل شي لا نطول هالخلاف جريت خايف لا خسرك هسه بشرك ما خاف هسه بشرك يا عمورة ما أخاف في الحفل بعرفكم مقدم الحفل حبيب. عمار الظاهر اللي ما حفظ جملتين نعم. يقولهم ما حفظ حفظ برافو الآن كان مقدم شاطر أنا عم بعزف صبا الصول بدي أقلب على صبا السي بي مول شو بعمل؟ صبا الصول سي بي مول؟ ايه أنا عم تمشتي على شو عمل الصول على السي بي مول تطلع درجة ونص ايه شلون دارب يعني خرجي قلب اعطي شو الاكور او شو المقام اللي قلب عليه سند عليه واروح على السي بي مول بتروح على عجم عجم السي بي مول من عجم السي بي مول تقلب في كذا سكة عجم السي بي مول بقلب على الصبا نفسه طيب وجهك عجب الاوفي في كذا قصة يعني في كذا حسب يعني اسلس شيء يعني من عجم الصول بروح على من صبا الصول على عجم على عجم السي بي مول بعدين على صبا السي بي مول يعطيك العافية عطية جبرونا عالسفر واحنا اطفال وما عشنا ايام الطفولة ما حد غير الله يعلم في الحال غربونا بهاي السهولة وانت تجيني هسا كل يوم الف حجاية راح امشي من قدامي مدام عايم هايم مدام تحجب ظهري يعني تظل ورايا